بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة سادس لاب لينا في موضوع Advanced JavaScript. هنتكلم النهاردة عن الفانكشنز. طبعا معروف ان الفانكشن هيبقى عبارة عن Unit of Executable Code، يعني مجموعة من الكود بحطهم في مكان واحد والغرض منهم ايه، عملية واحدة Gets Executed When Called. طبعا بعد ما بعمل الفانكشن بتاعتي بعمل لها عملية ايه كول عشان تنفذ الكود اللي جواها. طبعا ممكن اديها مجموعة من البارامترز وممكن ايه اريتيرن منها فاليو زي الشكل اللي قدامنا هنا كده. مثلا ادي هنا فانكشن اسمها جيت سام، وهنا في مجموعه من الاتريبيوتس وبتريتيرن فاليو. بيتم تنفيذ الكود ده لما بعملها عمليه كول زي ايه جيت سام واديها الايه البارامترز بتاعتها او الفاليوز. هنتكلم عن حاجه اسمها الفانكشن اكسبريشن. طبعا احنا شفنا ان الشكل التقليدي اللي كتبت الفانكشن، يعني بكتب كلمه فانكشن وبعد كده بقول اسم الفانكشن واديها البارامترز بتاعتها لو فيه، وبعد كده ببدا اكتب الايه الكود جوه زي الشكل اللي قدامي ده. ولما اجي اعملها عمليه كول بكتب اسم الفانكشن وايه ودي اسم الايه البارامترز بتاعتها فيحصل لها عمليه اكزيكيوت. طيب في شكل تاني اسمه ايه الفانكشن اكسبريشن، اللي هو ايه ان انا ممكن اكتب var واكتب اسم متغير مثلا دو بروسيس، وبعد كده اجي اديله ايه فانكشن، وبعد كده اكتب كلمه وبعد كده اقول بيساوي فانكشن واديها ايه البارامترز بتاعتها، وبعد كده ابدا اكتب الكود بتاعي عادي. ولما اجي اقول الفانكشن دي ببدا اقولها ازاي، بكتب ايه دو بروسيس واديها الايه البارامتر، يعني بستخدم اسم الفاريبل بتاعي واديله الايه البارامتر. فبالطريقه دي اقدر اقول الفاليو بتاعتي. ايه الفرق ما بين الطريقتين دول؟ الطريقه الاولانيه هي الترافيشنال، ديت ممكن انا اقول الفانكشن قبل ما اكتبها، يعني ممكن اكتب دو بروسيس فوق هنا كده في كود فوق واديها البارامترز بتاعتها وتكون الفانكشن بتاعتي مكتوبه ايه في الاسطر اللي تحت منها، تمام. لكن في الطريقه بتاع الفانكشن اكسبريشن لا ما ينفعش، لو عملنا الموضوع ده مش هيديني قيمه. ده اول فرق ما بين الاثنين. ممكن اسمي الطريقه الثانيه ديت اللي هي الفانكشن اكسبريشن، ممكن اسميها انونيمس ايه فانكشن، وممكن كمان اطلق عليها اسم ايه فانكشن ليتر. تاني حاجه عايزين نتكلم عن بلوك هنا بيقول الفانكشنز كان بي اساين تو اذر فاريبل. يعني ايه الكلام ده؟ ان انا ممكن اجي زي المثال اللي قدامي هنا كده، انا هنا في فانكشن اسمها دو بروسيس، او بالطريقه الثانيه زي ما قلنا اللي هو الانونيمس فانكشن او الاكسبريشن فانكشن، انا بقول الفار دو بروسيس بيساوي الفانكشن بتاعتي. هنا عمل ايه الفار اف بيساوي الدو بروسيس. معنى الكلام ده ايه؟ ان انا كده سويت الاف بالايه بالدو بروسيس، بس لسه ما عملتش عمليه الكول للفانكشن. امتى كول الفانكشن تتنفذ؟ لما اكتب اف واديها الايه البارامترز بتاعتها. المعلومه بعد كده بيقول فانكشنز كان بي based as argument. الفكره ببساطه او الموضوع ده طبعا مش موجود جوه الكود سي شارب او الجافا او ان انا ممكن اباصي الفانكشن as a parameter. يعني هنا عامل دو بروسيس 2 وهنا مدي بروسيس 1. بروسيس 1 دي هي عباره عن ايه؟ عباره عن فانكشن، تمام. دو بروسيس الفانكشن دي اهيت، وبعد كده بيدخل جوه الكود ويبدا يعمل لها عمليه ايه كول تاني ويديها البارامترز بتاعتها. عندنا كمان ميني يوزد فور كول باك، ممكن نستخدمها في اشهر حاجه من او اشهر استخداماتها هي حاجه اسمها الكول فانكشن كول باك. ايه فكره الفانكشن كول باك؟ ان تبقى عباره عن فانكشن بيبصوها از ايه از ا بارامتر، بس بيتم تنفيذها في اخر الكود. يبقى لو هي كود عادي، شوف هنا في المثال الاول بسيط الفانكشن از ايه از بارامتر وخلاص، لكن في المثال الثاني انا بسيط الفانكشن از بارامتر بس تم تنفيذ الكود بتاعها في الاخر خالص. طيب عندنا حاجه كمان بتقول ايه كان انفوك اتسلف، ممكن اعمل فانكشن كان انفوك اتسلف. طبعا كلمه انونيمس فانكشن يعني فانكشن ملهاش اسم، زي المثال اللي قدامي هنا كده. عندي هنا ايه الفانكشن، تمام، مش مديلها اسم. طيب ازاي يعملها اكزيكيوت؟ الشرط عشان نعمل فانكشن ونعمل لها انفوك اتسلف لازم تبقى اول حاجه انونيمس فانكشن، تاني حاجه لازم الفانكشن دي تكون مكتومه بين قوسين زي الشكل اللي قدامي ده كده، وبعد كده عشان اعمل لها كول ببدا احط القوسين واقفل، وطبعا لو بارامترز بديها الايه البارامترز بتاعتها. فالشكل الاشهر بتاعها هو الشكل التاني ده كده، اللي هو ايه ادي القوسين اهمت وجوه منها كلمه الفانكشن والقوسين بتوعها وكود المفروض انكتب ايه تحت. طبعا هنا الفانكشن انفوك اتسلف ديت ممكن بيبقى لها اسم اي اي اف اي اللي هي اختصار لكلمه immediately invoke function expression او self execution anonymous ايه فانكشن.
تعالوا بقى نشوف الكلام اللي احنا اتكلمنا او الرغي اللي احنا رغيناه نظري ده، تعالوا نشوف او نحاول نفهمه اكتر لما نطبقه عملي. معانا هنا طبعا ملف HTML5. تعالوا نشوف كده الامثله اللي كان احنا اتكلمنا عليه. اول حاجه هنعمل الفانكشن بالشكل التقليدي بتاعها او الترديشنال، وبعدين بكتب طبعا كلمه فانكشن، وبعد كده بدي اسم بتاعها مثلا دو بروسيس، واجي هنا اقول له مثلا alert hello وانكليك يبدا ينفذ لنا الفانكشن دي. display alert طلع لي هنا hello ايه hello function. تعالوا بقى نقول حاجه تانية، تعالوا نعمل زي ما احنا قلنا اللي هي اسمها الاكسبريشن ايه فانكشن. احنا قلنا تبقى عباره عن ايه، هكتب هنا var do طيب مثلا هسميه do process 1 هيساوي function. ممكن كمان نديها هنا في المثال ده نديها ايه بارامتر، زي مثلا ايه نديها بارامتر، نديها بارامتر مثلا نديها تو بارامتر مثلا ايه، وهو طبعا هنعمل ايه بار الاكس هيساوي ايه بلس، ونعمل alert تعرض لنا الايه الاكس. تعالوا هنا نعمل سي display alert to، نعمل كنترول اس ونيجي هنا ونعمل ريفرش. واحنا نسينا طبعا ندي هنا الاسم بتاعها اللي هو هيبقى دو بروسيس 1. زي ما احنا شايفين هنا ده اسم فاريبل، بس انا عملته هنا از ايه فانكشن. طبعا المفروض ان انا ادي له البارامترز بتاعته اللي هي هتبقى مثلا 3 و6. نعمل ريلود تاني طلع لي هنا الناتج كام، 9. 3 + 6 = 9. طيب انا كنت عايز اقوله بقى ان انا هنا ممكن كنت اجي مثلا واكتب كده دو بروسيس، انا عملت كول للفانكشن قبل ما كريتها في الاصل. طبعا الموضوع ده هنا في الشكل اللي انا عامله ده او في التراديشنال الشكل التلقائي بتاع الفانكشن هيتقبل مني عادي، وطبعا هيظهر لي اول ما اعمل ريفرش الايه كلمه هالو ايه هالو فانكشن. لكن ما ينفعش ان انا كنت اعمل الشكل ده بالطريقه دي، ان انا اجي بقى اخد السطر ده كده كنترول سي وابدا ابصيله الايه البارامترز. هنا ما ينفعش السطر الكود ده كده يبقى غلط، كتبت له 3 و6 ما ينفعش هنا الكود يسبق، لكن ينفع ان انا اكتب السطر ده فين تحت هنا. عايزين نتكلم عن حاجه كمان اللي هي ايه، في قاعده عندنا طبعا او اللي اتعامل مع البرمجه العاديه زي سي شارب مثلا عندنا حاجه اسمها الاوفرلودنج. يعني ايه اوفرلودنج؟ انا ممكن اعمل فانكشن واحده مثلا واديها مره بارامتر واحد وده في مره ثانيه 2 بارامتر وده في مره ثالثه 3 بارامترز. الموضوع ده يا جماعه ما ينفعش نعمله مع الجافا. ايه البديل؟ البديل سهل جدا اللي هو ايه، انا ممكن دلوقتي اعمل ايه، تعال هنا كده وابدا اقول له 6 و5 و7 و8. طبعا انا هنا مش عارف عدد الايه البارامترز اللي ممكن تنضاف او تزيد للفانكشن بتاعتي مثلا اللي هيبقى اسمها دو بروسيس 2. تعالوا نعمل فانكشن تانية ونسميها ايه دو بروسيس 2، مش هبصلها خالص او مش هديها هنا ايه. طب هتعمل ازاي؟ الجافا موفر لنا حاجه اسمها arguments. تمام، الارجومنتس دي بتشيل جواها كل البارامترز اللي بتتعامل مع الفانكشن دي. تعالوا نسميها، طيب تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. هاجي هنا واكتب جملة الاي اظهر من الارجومنت argument دوت اللينس. الارجومنت بتبقى عبارة عن array الاي، ونجي هنا نكون معرفين قبلها بار الايه الاكس مثلا بيساوي 0، ونجي هنا ونخلي الاكس زائد يساوي الارجومنت. تعالوا نعمل refresh display alert 2. تعالوا كده نشوف اللي هيتم، طلع لي في الاخر كام، 29، انه جمع 3 و6 و5 و7 و8 هيطلع لي الرقم. يبقى ما ينفعش اعمل overloading. اتكلمنا يعني ايه expression function، اتكلمنا يعني ايه traditional function.